السلام عليكم يا سادس، رح نكمل مع بعض عن برنامج معالج النصوص وورد 2010. بالحصة السابقة يا سادس تعرفنا على كيفية التنقل بين خلايا الجدول. حكينا أنه الجدول بتكون من صفوف وأعمدة، وتقاطع هاي الصفوف والأعمدة بشكل لي خلايا. كل واحدة من هدول، كل مربع من هدول المربعات حكينا إحنا بنسميه خلية. وعرفنا كمان يا سادس كيفية تحديد خلايا الجدول. حكينا في عنا ممكن أنا أحدد صف كامل أو أحدد عمود أو الجدول كامل بالنقر على هذا المقبض، بس يصير شكل المؤشر على شكل مقبض ننقر عليه فبتحدد عندي الجدول كاملا. اليوم يا سادس بدنا نتعرف على تنسيق محاذاة النص داخل خلايا الجدول. يعني أنا بكتب داخل هاي الخلايا بدي أحدد محاذاة النص داخلها. أول خطوة حدد خلايا الجدول المطلوب تنسيقها، عندها يظهر شريط أدوات تخطيط. يعني أنا هاي هون إجيت حددت الخلايا، خلايا الجدول كامل حددت هاي الخطوة الأولى. بعدين بحكي لي رح يظهر عندي شريط أدوات تخطيط، شريط أدوات تخطيط. اختر محاذاة النص المناسبة داخل الخلايا من مجموعة محاذاة. طيب كيف أنا بدي أوصل لمجموعة محاذاة؟ يمكن الوصول إلى مجموعة محاذاة من شريط أدوات تخطيط. يعني رح أروح لشريط أدوات تخطيط اللي هي layout، منها رح أوجد مجموعة محاذاة. هاي هون عندي مجموعة محاذاة، منها أنا رح أختار محاذاة النص المناسبة. طيب رح نتعرف على كل أداة، شو شكل المحاذاة اللي بتعمل لي إياها للنص، ونلاحظ بالجدول تأثير هاي الأداة. في عندي يا سادس هون أول أداة اللي هي هيها هون موجودة. أول أداة بنلاحظ إنه الخطوط هاي المرسومة جاية بجهة اليمين للأعلى، إذا هو بيعمل محاذاة لأعلى اليمين، يعني بيعمل محاذاة النص إلى الركن الأيمن العلوي من الخلية. يعني لو إجيت أنا ألاحظ تأثيرها شو بتعمل لي؟ بتعمل لي إياه أول إشي لليمين للأعلى، لليمين وللأعلى. طيب الأداة الثانية هي هون بلاحظ الخطوط جاية لوين؟ جاية للوسط، جاية بالوسط للأعلى، إذا هو بيعمل توسيط للنص ومحاذاته للأعلى، إذا هي توسيط للنص ومحاذاته للأعلى. من شكل الخطوط بعرف شو تأثير هاي الأداة. هون شو بيعمل لي؟ بيعمل لي محاذاة لأعلى اليسار، يعني محاذاة النص إلى الركن الأيسر، باخذ النص لليسار للأعلى، اليسار الأعلى. أي من شكل الخطوط يا سادس بنلاحظ شكل المحاذاة. هون محاذاة لأعلى اليمين، هاي هم جايين على جهة اليمين للأعلى، محاذاة لأعلى الوسط جايين بالوسط للأعلى، ومحاذاة لأعلى اليسار جايين لجهة اليسار، هاي هم بلشين من اليسار للأعلى. لاحظنا تأثيرهم، هاي لجهة اليمين، هاي لجهة الوسط، وهاي لجهة اليسار. طيب كمان شو تكملة الأدوات اللي عندنا؟ في عندنا محاذاة ليمين الوسط. محاذاة ليمين الوسط، كيف يعني ليمين الوسط؟ راح يحط لي النص وسط الخلية لجهة اليمين، يمين الوسط. هاي هون شايفين لاحظنا انها صارت بالوسط لجهة اليمين. بعد هالأداة الثانية محاذاة، هي شكلها الأداة جاية بالوسط، بالوسط فهي محاذاة للوسط، توسيط النص عموديا وأفقيا. هاي بحط لي إياها بوسط الخلية بالضبط، هاي حط لي إياها بوسط الخلية بالضبط. طيب الأداة الخامسة أو السادسة يا سادس محاذاة ليسار الوسط، يعني رح يروح لجهة اليسار بوسط الخلية. هاي هون يسار الوسط، راح لليسار من جهة أو بوسط الخلية. طيب توسيط، يعني توسيط النص عموديا ومحاذاته إلى الجانب الأيسر، للجانب الأيسر وسط الخلية. طيب المجموعة الثالثة هي هون من مجموعة محاذاة، في عندي اللي هي محاذاة لأسفل اليمين، هاي هم جايين للأسفل، جايين لجهة الأسفل لليمين. شوف تأثيرها هون كيف رح تصير، هيها إذا نزل البيانات أو محتوى الجدول للأسفل لجهة اليمين. اللي بعدها بتعمل محاذاة للوسط،
لأسفل الوسط، يعني توسيط النص عمله بالوسط ونزله لوين؟ للأسفل. الأما الأخيرة فهي محاذاة لأسفل اليسار، يعني عمله لجهة اليسار للأسفل، لجهة اليسار للأسفل. أنا بعرف شو تأثير الأداة من شكل الخطوط المرسومة داخلها، إما رح يكون للأعلى، الأعلى عندي يمين وسط ويسار، يمين وسط يسار، وعندي الوسط يمين وسط يسار وسط الخلية، وعندي للأسفل يمين وسط يسار. سهلين واضحين من الخط، أنا بعرف شو من الخطوط، بعرف شو اتجاه المحاذاة اللي رح تعمل لي إياها هاي الأداة. هي من وين جبناهم هدول الأدوات؟ من قائمة layout، من قائمة تخطيط، مجموعة محاذاة، مجموعة محاذاة. عندي هون مجموعة أدوات تعمل لي نوع المحاذاة المناسب للنص داخل الجدول. فهون أنا مثلاً بالنهاية بدي أعمله وسط الخلية، يكون وسط الخلية، فبختار أداة توسيط، هاي صار بالوسط. طب بدي إياه لجهة اليمين للأعلى، رح أروح على جهة الأعلى، هاي الخطوط للأعلى لليمين، هيعمل إياهم للأعلى ولجهة اليمين. بهيك يا سادس بيكون أنهينا مجموعة محاذاة. هاي مجموعة محاذاة اللي خاصة بمحاذاة النص داخل الجدول، محاذاة النص داخل الجدول. بنرجع نذكر كيف بوصل لها، مجموعة محاذاة من layout، مجموعة محاذاة، عندي مجموعة أدوات كل أداة لها تأثيرها. بهيك بكون انتهى الدرس، ويعطيكم العافية.